السلام عليكم. قبل كل شيء كنبغي نشكر قناة العالم 24 وآيا بريس، مرحبا بكم معنا في هذا الحفل ديال اليوم. معكم الكوتش رضوان إطار وطني ومدير مؤسسة مرابطين رضوان إهريجي. كتواجدوا معنا بطبيعة الحال في هذا الحفل اللي من خلاله هو تتويج ديال الدورة التكوينية اللي كتنظمها كل سنة جمعية آفاق للتربية والتكوين بشراكة مع مؤسسة مرابطين. واليوم عندنا حفل تخرج ديال الأساتذة اللي مختصين في مجال ديال التعليم الخاص، وبطبيعة الحال في البرنامج ديالنا ديال التكوين كنشتغلوا على تكوين الأساتذة والمربيات إضافة إلى مرافقات أطفال التوحد وأيضا أطر التنمية الذاتية. وهذه السنة نضمنا أيضا مدرسة الكوتشينج اللي من خلالها كنشتغلوا على مشروع الإنصات. بطبيعة الحال مشروع ديال الكوتشينج أن الإنسان كيديفلوبي راسو الأحسن وكياخذ مجموعة ديال المهارات اللي كيقدر من خلالها أنه يطور ذاته ويحسن من مستواه الفكري من الإنسان سلبي إلى إنسان إيجابي. بطبيعة الحال هذه السنة هذه حاولنا أننا نحترموا التدابير الوقائية، والحمد لله كان واحد الإقبال ونظمنا على شكل أفواج اللي كتلاحظوا معنا اليوم تيتم تتويج ديال جميع الأفواج ديال هالسنة اللي كان الشعار ديالنا مربي مؤهل تواصل فعال. بطبيعة الحال حنا الدور ديالنا كأطر وطنية أول حاجة كنا نبازيو عليها هو تأطير هاد الشاب، وفي الأخير كيتم توجيهه من بعد تأطيره كيتم توجيهه من خلال مدرسة الكوتشينج. بطبيعة الحال غادي يكون عندنا اليوم كيف غتشاهدوا معنا لا قناة آيا بريس لا قناة 24 كيف كتشاهدوا معنا، أن اليوم غادي يكون تتويج 70 شخص بالقلادات ديال التتويجي الخاصة بالجمعية ومؤسسة المرابطين. التكوين أول حاجة كيف ما قلت لك بأنه كان أطروا الشباب من جميع الجوانب، من الجانب التربوي والجانب البيداغوجي اللي كيصبح أن هذا الشاب قادر أنه يشتغل على مشاريع شخصية دياله، وبالتالي كيكون قادر على مواجهة جميع الصعاب ديال الحياة من خلال برامج ديال التنمية الذاتية مع مجموعة ديال الأساتذة. وهذه فرصة أنني نشكر كاع الأطر اللي شاركت معايا والأساتذة اللي شاركوا معايا في هذا البرنامج التدريبي اللي الحمد لله لقى واحد الإقبال وكان عنده واحد النجاح، وكانت النتيجة ديالو كنشوفوها دابا في هذا الشباب اللي كيتوجوا اليوم. Je me présente, je suis Madame Saïda Ben Keshikesh, je suis enseignante au secteur privé. Alors, tout d'abord, je remercie les deux chaînes qui sont avec nous, la chaîne L'Alem et la chaîne L'Alem 24 et la chaîne Aya, d'avoir assisté avec nous dans cet événement. Alors, pour moi, j'ai fait cette formation pour développer mes compétences sur le côté professionnel, bien sûr. Alors, on a fait une formation de 9 mois par étape. Et tout d'abord, je remercie l'équipe pédagogique de cette formation, de l'association Morabitin, qui est présidée par monsieur le coach Erdouane, et le staff pédagogique aussi, je le remercie. Et je dis un petit mot. Aujourd'hui, je suis émue. Je suis très émue. C'est un moment unique. Je le partage avec mon équipe. Je vous remercie infiniment. Et je remercie spécialement monsieur coach Erdouane qui était très patient avec nous, surtout vu le Covid-19. Ces circonstances étaient difficiles pour nous, mais avec lui, monsieur le coach Erdouane, on a passé des moments agréables. Et merci pour ces deux chaînes.
السلام عليكم، معكم غيتا زمزم، خريجة الدورة التكوينية 2020-2021 من مؤسسة المرابطين. كنبغي نشكر اولا جميع لي كوتش اللي سهروا على هاد يوصلوا لنا هاد الرساله هادي، وعلى الراس ديالهم الكوتش رضوان اهريج. كنشكره شكر خاص، شكرا بزاف. وهاد الدوره كانت زوينه بزاف، وكنتمنى التوفيق لجميع الاخوات. شكرا مؤسسه المرابطين، شكرا مؤسسه المرابطين، شكرا مؤسسه المرابطين، شكرا جمعيه افاق للتربيه والتكوين، شكرا. الاسم ديالي إيمان الزراوي، مستفيدة في الدورة التكوينية 2020-2021 من جمعية آفاق للتربية والتكوين بشراكة مع مؤسسة المرابطين. كنشكر الأطر التربوية كاملين، جميع الفريق التربوي اللي سهر على الدعم ديالنا والتشجيع ديالنا، وعلى رأسهم السيد رضوان إهرجي، كنشكره بزاف. وكنقدم تحية لكاع الناس اللي كانوا كيواكبوا هاد الدورة التكوينية هادي، قدموا لينا بزاف، عطاونا من قلبهم، تعلمنا منهم واستفدنا منهم بزاف ديال الحوايج. هذه تجربه اللي صراحه ما ندمتش انني عشتها. كنشكرهم جميعا، وانا فرحانه بزاف لانني تخرجت من جمعيه افاق ومؤسسه المرابطين. كنحس براسي دابا انسانه مكونه، عندي بزاف ديال المهارات اللي غادي ينفعوني في الحياه ديالي. كنقدم لهم خالص الشكر. تنتمنى لكم كاملين التوفيق والنجاح، وهذه فرصة أنني نخرج به الكونديدا أن القيادات ماشي فقط الأخوات ثلاث، وإنما السنة قرر الفريق التربوي تحت إشراف الكوتش رضوان أن جميع الأخوات غيبقوا القيادة. بالنسبه لمده التكوين كتبدا عبر مراحل، يعني كيجي داك الشاب في المرحله الاولى كندوزوا لواحد التيست وكنشوفوا المهارات ديالو والقدرات ديالو. ديك الساعه كينتقل به هذا التيست المحطه الثانيه اللي كتكون فيها 6 اشهر، كيكون تكوين مستمر وكيكون يوم في الاسبوع. ومن خلال هذا التكوين كيولي هذا الشاب قادر انه يشتغل بطريقه احترافيه في المجال التربوي. هذه فرصه ونداء للشباب اللي كيشوفوا راسهم بانهم محتاجين للتوجيه ومحتاجين للتاطير، سواء في المجال التربوي اللي تيخص مجال الطفل، لا بالنسبه للمربيات ولا بالنسبه لمرافقه اطفال التوحد، ولا ايضا بالنسبه للكوتشينغ. فمرحبا بهم في المركز اللي حنا دايرين شراكه مع جمعيه افاق مؤسسه المرابطين، مجمعه جمعيه افاق التربيه والتكوين، وغيتم التوجيه ديالهم في احسن مستوى ان شاء الله. Thank you.
اشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.